أبنائي طالبة وطالبات الصف الثاني الثانوي، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. النهاردة إن شاء الله معانا درس جديد من دروس مادة التاريخ. درسنا النهاردة بيتكلم عن دولتين، هي الدولة الطولونية والدولة الإخشدية، وده الدرس الثاني في الوحدة الثالثة، ونبدأ إن شاء الله مع بعض ونشوف درسنا النهاردة. طبعا إحنا عندنا فترة من فترات التاريخ اللي هي العصر العباسي الثاني، كانت الدولة ضعيفة جدا في هذا العصر، كان الخلفاء ضعاف جدا في هذا العصر، لدرجة ان بدأ الأتراك يسيطروا على البلاد بصورة واضحة جدا، وبدأوا يستقلون بالولايات اللي تحت حكمهم. دي فترة احنا بنسميها فترة ظهور الدول المستقلة. طبعا الطمع والرغبة كانت في مصر، وليه مصر بالتحديد؟ لأن مصر بتتميز بقوة اقتصادية طبعا، ومصر كمان موقعها مميز جدا، ومصر كمان بعيدة عن مدينة بغداد اللي هي مقر الخلافة العباسية بذلك الوقت، وبالتالي أصبح عندنا مصر مطمع لكثير من الولاة الأتراك إن هم يعملوا دول مستقلة ويتوارثوها هم وأبنائهم، ودي الدول اللي هنتكلم عليها النهاردة إن شاء الله. أول دولة عندنا هنتكلم عليها هي الدولة الطولونية. الدولة الطولونية طبعا بدأت في 254 هجرية حتى 292 هجرية، ودولة مش صغيرة، دولة كبيرة توسعت، ضمت أماكن كتير جدا زي ما هنشوف مع بعض على الخريطة. في عندي ضمت الدولة الطولونية مصر، ودخلت إلى منطقة جنوب أسوان، ووصلت إلى منطقة برقة ودرنة غربا، وبعد كده هنلاحظ كمان إن هم عدوا شبه جزيرة سيناء واتجهوا إلى دمشق وإلى القدس وجنوبا حتى مناطق الحجاز اللي هي المدينة المنورة ومكة. أحمد بن طولون مؤسس هذه الدولة هو شخصية من أصل تركي. وأحمد بن طولون لما جه مصر في الفترة ديت هو كان جاي نائب عن زوج أمه، وكان اسمه بايك باك، وده تركي. في الفترة دي كان في بعض المشاكل السياسية، وكان في بعض الأمور اللي موجودة في بغداد، وكان دايما الولاة لما كان بيتم تكليفهم بأن هم ييجوا يديروا الأمور في مصر كان دايما في أغلب الأحيان ما بيجوش، وكان بيبعت مندوب عنهم، وده خوفا من المؤامرات اللي كانت دايما تدبر في قصر الخليفة في بغداد. وعشان كده هنلاحظ دايما اتكررت معانا كتير، يعني بايك باك مجاش ومجاش مصر خالص، لكن بعت أحمد بن طولون. حتى لما توفى بايك باك برضو هنلاحظ ان أحمد بن طولون ظنه مستمر لما مسك يارجوخ اللي هو صهر أحمد بن طولون، وطبعا قال له العبارة الشهيرة تسلم من نفسك إلى نفسك، ودي معناها طبعا يعني خليك زي ما أنت تدير الأمور في مصر. ده بيبين لنا قد إيه كان في قلق في بغداد وقلق في قصر الخليفة، لدرجة ان الولاة كانوا مش بيثقوا ان هما يبعدوا عن القصر خوفا من المؤامرات اللي ممكن تدور في خلف ظهورهم. احمد بن طولون طبعا كده يبقى قعد في مصر فترة مش قليلة. احمد بن طولون بدأ يعني يفكر بالاستقلال بمصر، لكن هنلاحظ ان هو استقل بمصر لكن كان محافظ على التبعية للدولة العباسية. أحمد بن طولون استطاع تثبيت حكمه في مصر، وده يعني هنلاقي في حاجات كتير ساعدت أحمد بن طولون. أولا هو شخصية رائعة جدا، إنسان طموح جدا، بيحب السلطة والحكم، وفي نفس الوقت علاقته كانت كويسة طبعا بالمصريين. كذلك برضو ان مصر يعني زي ما قلنا مطمع لكل الحكام اللي جم اداروا مصر، وكان كلهم بيحاولوا بقدر الامكان ان هم ينفصلوا مصر. اللي هيشجع احمد بن طولون واللي هيساعد احمد بن طولون كمان ضعف الخلفاء العباسيين، كانوا ضعاف جدا في هذا العصر، وبرضو كان في ثورات كتير، وده طبعا ارهق الدولة العباسية، وبالتالي مش هتبقى عندها القدرة انها تمنع الطولونيين من الانفراد بحكم مصر، وبالتحديد أحمد بن طولون. أحمد بن طولون كمان هنلاحظ إن هو مد نفوذه إلى بلاد الشام، وده الوضع الطبيعي اللي كان دايما بيحصل في العصور الوسطى. يعني مثلا لما جه عمرو بن العاص نجح في فتح القدس، على طول فكر في فتح مصر وعرض الأمر على الخليفة عمر بن الخطاب، وهنلاحظ الموضوع ده اتكرر كتير.
حتى قديما الإسكندر الأكبر لما فتح بلاد الشام على طول برضو فكر في مصر، وحاليا طبعا أحمد بن طولون لما فتح عمل دولته المستقلة في مصر بدأ يفكر في ضم مناطق الشام. يعني الشام ومصر دايما بيأمنوا بعض، اللي بيحكم الشام بيطمع في مصر واللي بيحكم مصر بيطمع في بلاد الشام. نجح أحمد بن طولون في دخول مدينة دمشق، وطبعا نجح في ان هو يصل الى الحدود المشتركة مع الدولة البيزنطية عند منطقة اسمها طرسوس، واعلن فيها الامان وجلس في مسجد الكبير وبدأ يسمع قضايا الناس واحتياجاتهم. واحمد بن طولون كان معروف بالبر والاحسان، وعندنا طبعا الحادثة المشهورة اللي حصلت في دمشق عندما حركت كنيسة مريم. فهنلاحظ ان احمد بن طولون راح وقعد مع الاخوة النصارى وبدأ فعلا يدفع مبلغ من المال حوالي 70,000 دينار، وبدأ يعيد بناء كنيسة مريم مرة اخرى. يبقى ده بيبين لنا شخصية احمد بن طولون، قدر ان هو يحكم، قدر ان هو يعدل، قدر ان هو يبر، قدر ان هو يحسن، فده هيساعده في انشاء هذه الدولة. بعد وفاة احمد بن طولون تولى ابنه خمروي. خمروية شخصية قوية جدا، لكن الخليفة العباسي طبعا اعتقد ان خمروية اسهل من احمد بن طولون، وبالتالي بدأ يبعت جيش عشان خاطر يسترد مصر والشام من الدولة الطولونية. لكن نجح خمروية في الانتصار على قوات الخليفة العباسي ثم طلب الصلح. طبعا هنا هنلاحظ ان في دهاء سياسي من جانب خمروية. الدهاء السياسي اللي هو انه انتصر وبعدين بدأ يدور على الصلح، ومش كده وبس، وهنبدأ كمان يستفيد من علاقته بالخليفة العباسي. هنلاحظ ان الخليفة المعتمد وافق على الصلح، وبدأ فعلا يقعدوا مع بعض ويتفقوا، وتم الاتفاق على ان ولاية مصر والشام تكون لخمرويه واولاده من بعده لمدة حوالي 30 سنة. ودي طبعا كده بداية علاقة جديدة، علاقة سياسية جديدة. هنلاحظ كمان خمروية راح متجوز بنته قطر الندى إلى الخليفة العباسي المعتضد، وطبعا في الحالة دي هتبقى عملية مصاهرة سياسية، يعني كمان العلاقة كويسة سياسيا واحنا خليناها كمان علاقة قوية اجتماعيا. يبقى عمل الصلح مع الخليفة المعتمد وزوج البنت قطر الندى إلى الخليفة المعتضد، يبقى بيقوي العلاقات سواء سياسية أو اجتماعية. طبعا هنلاحظ كده إن خمروي بيتمتع باستقلال ونفوذ كامل على مصر والشام ومنطقة الصغور نتيجة لتقوية علاقته بالخليفة العباسي في ذلك الوقت. في عام 282 هجرية خمروي كان في الشام وقتل على يد الغلمان بتوعه، فحمل بعد كده إلى مصر في تابوت ودفن في مصر بجوار أبيه. وفاة خمروي أضعفت الدولة الطولونية. يبقى الدولة الطولونية تعرضت للضعف والسقوط بعد وفاة خمروي. لاحظ بقى لما يجي لي سؤال عن أسباب ضعف الدولة الطولونية، في عندنا كذا سبب. أول حاجة عندنا اللي هي طبعا الصراعات والمنازعات بين أبناء البيت الطولوني نتيجة طبعا للصراع على الحكم طبعا بعد وفاة خمروي. هنلاقي برضو بدأ يتدخل ناس كتير في أمور الحكم زي الموالي والغلمان والجنود والكلام دوت، هيأثر على الدولة ويضعف الدولة ويخليها طبعا في حالة من الفوضى. عندي كمان الخليفة العباسي طبعا مش قادر ينسى ان مصر والشام طبعا خارج عن سيطرته بحد كبير جدا، فبالتالي حلمه ان هو يسترد مصر والشام من الدولة الطولونية، فبالتالي هيكرر محاولات اكتر من مرة، وطبعا مش هيجيله فرصة احسن من دي، لان الحالة دلوقتي زي ما احنا شايفين سانحة جدا ان هو يبعت جيش ويسيطر على مصر والشام، وده فعلا اللي هيحصل. ونجح الخليفة العباسي في ضم مصر واستعادتها مرة أخرى. دي دولة طبعا اسمها الدولة الطولونية اللي هي زي ما اتفقنا مع بعض إحدى الدول المستقلة اللي قامت في مصر. نتكلم بقى عن دولة تانية وهي الدولة الإخشدية. الدولة الإخشدية قامت سنة 323 هجرية حتى 358 هجرية، وتقريبا هي ورثت نفس المساحات ونفس المناطق اللي استولى عليها الطولونيين قبل كده، طبعا مع وجود فاصل بينهم عصر
عباسي طبعا، لأن طبعا الخليفة العباسي كان استرد مصر من الطولونيين، وبعد فترة زمنية هيبدأ يظهر عندنا محمد ابن طهج الإخشيد. كالعادة محمد ابن طهج الإخشيد هو أحد القادة الأتراك اللي كانوا موجودين في ذلك الوقت، وطبعا والد محمد ابن طهج الإخشيد اللي هو طهج نفسه ده كان والي على دمشق في عهد خمروي، وقدر إن هو يتصدى للجيش الفاطمي ومنعه من الاستيلاء على مصر عام 302 هجرية، وبالتالي بدأ يعني نجمه يعلى، بدأ يبقى له اسم والناس تعرفه إن هو نجح في حماية مصر من خطر الفاطميين. اصطحبه تكين إلى دمشق عندما تولى حكمها. كالعادة دايما كل حاكم أو والي على مكان بيحب بيكون له رجل معين اللي احنا بنسميه يعني الرجل الثاني أو دراعه اليمين. وأثناء ذلك هاجم مجموعة من الأعراب، هاجموا قافلة، كانت قافلة الحجاج اللي هم ماشيين في بلاد الشام، ونجح محمد بن طاغ الإخشيد إن هو يقضي على هذه المحاولة للهجوم على القافلة، وقدر يأمن طريق الحجاج، وده اللي يخلي صيته يعلى ونجمه يعلى واسمه يعلى ويبقى معروف عند الخليفة العباسي. وطبعا الخليفة العباسي هيبدأ بقى أول ما يعرف أخبار محمد بن طهج الإخشيد هيبدأ يفكر إن هو يستفيد بيه، عشان كده راح موليه حكم مصر والشام، وراح ملقبه بلقب الإخشيد، ودي معناها ملك الملوك في منطقة فرغانة. طبعا ده بيبين لنا إن الخليفة العباسي كان بيدور على أي حد قوي يأمن حدود الدولة العباسية، لأن فكرة الدول المستقلة اللي ظهرت في العصر العباسي الثاني واللي كانت برضا الخليفة العباسي بموافقته مضطر طبعا، هي فكرة حزام أمني برضو حوالين الخلافة العباسية، وهما قايمين بدور الصد للهجمات الخارجية، فده كان مريح الخليفة العباسي إلى حد كبير، وده اللي مخليه يعني قابل وجود دول مستقلة في هذه المناطق. لو جينا اتكلمنا عن محمد بن طاغ الإخشيد وأهم أعماله في مصر، هنلاحظ إن هو قدر يمد نفوذه ويثبت نفوذه في مصر، ونجح في الاستقرار في مصر والقضاء على كل المنافسات اللي كان ممكن تزعزع حكمه. هنلاحظ برضو كمان حاجة مهمة أوي، إنه أعاد الأمن والنظام وصد هجمات الفاطميين أكثر من مرة. عاصمة الدولة الإخشيدية كانت مدينة اسمها العسكر، وعاصمة الدولة الطولونية كانت مدينة اسمها القطائع. يبقى أنا كل دولة كان ليها عاصمة. إحنا عندنا عدة عواصم إسلامية في مصر، بدءا من الفسطاط اللي بناها عمرو بن العاص، مرورا بقى بالعسكر والقطائع. طبعا هنلاحظ إن هو نفس تفكير محمد الإخشيدي، هو نفس تفكير أحمد بن طولون، اللي هو الاستقلال عن الخلافة العباسية مع الحفاظ على التبعية الإسمية، برضو دي نظرا لمكانة الخليفة المقدسة، فكان الكل بيحاول برضو يدي نفسه القداسة والهيبة. طبعا أكيد هيفكر في نفس فكر أحمد بن طولون، اللي هو مد نفوذه إلى الأماكن المقدسة اللي هي منطقة الشام الحجاز والأماكن دي. طبعا الشام فيها القدس والحجاز فيها المدينة المنورة ومكة. محمد بن طاغ الإخشيدي كمان هو توفى في دمشق عام 334 هجرية، ودفن في مدينة القدس. قبل وفاته هو أوصى لابنه بولاية العهد اللي هو اسمه أبي القاسم أنوجور، وطبعا سنه صغير وكان طفل، فكان الوصي عليه خادم محمد الإخشيدي اللي هو اسمه كافور، اللي هو كان مهتم بتربية أبناء محمد بن طاج الإخشيد. كافور الإخشيدي طبعا هو باعتباره وصي على أبو القاسم، فهيبدأ هو يدير الأمور ويبقى هو الحاكم الفعلي للبلاد في الفترة القادمة. لكن هو شخصية قوية، قدر يظبط أمور البلاد ويحافظ على الأمن سواء في مصر أو سواء في الشام، وسيطر على مقاليد الحكم وانفرد بالحكم زي ما قلنا. الخلافة العباسية عموما يعني شعرت بقوة كافور، وبالتالي مش هتبدأ تحاول إنها تسترد مصر والشام من يد كافور،
فظل كافور قايم بمهمته في مواجهة الفاطميين اللي كانوا بيحاولوا يهاجموا مصر من جهة الغرب من ناحية ليبيا، ودنت مصر والشام والحجاز تحت حكم الإخشيديين في عهد كافور الأخشيد. كافور الأخشيد توفى عام 349 هجرية، وبعد وفاة كافور هنلاحظ طبعا نجح الفاطميين في دخول مصر. كافور ما كانش بيحب يلقب بلقب الأمير أو الحاكم أو الوالي أو الكلام دوت، لكن كان بيفضل لقب الأستاذ، ولقب الأستاذ هو أطلق عليه قبل ما يتولى السلطة أثناء قيامه بتربية أبناء محمد بن طارق الأخشيد، وكان بيعتز بهذا اللقب جدا وده إنه يستخدمه طول فترة حياته. الفاطميين نجحوا بقيادة جوهر الصقلي سنة 358 هجرية في دخول مصر وإسقاط حكم الدولة الإخشيدية، كما أسقطت معها تبعية مصر الخلافة العباسية. ليه بنقول كده؟ لأن الخلافة العباسية تختلف عن الخلافة الفاطمية، دي خلافة ودي خلافة، وبالتالي مصر انتقلت تبعيتها من خلافة عباسية تدين بالمذهب السني إلى خلافة فاطمية تدين بالمذهب الشيعي، وده هيبقى تغيير مذهبي، تغيير سياسي، يعني مصر حصل فيها تغييرات ضخمة جدا هنتكلم عنها في وقتها. كده أبناء الأعزاء نكون اتكلمنا عن دولتين مهمين جدا من الدول المستقلة اللي قامت في مصر، بس كانت محافظة على التبعية للدولة العباسية. وبكده زي ما قلنا مصر تنتقل نقلة تانية إلى خلافة أخرى بمذهب آخر، طبعا هيبقى فيه انفصال عن التبعية العباسية. إن شاء الله هنعمل فيديو حل أسئلة على الدرس دوت، وبإذن الله انتظروه قريبا، وربنا يوفقكم جميعا إن شاء الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.